الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. نتكلم عن مدار النوم على الشق الأيسر. النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أن ننام على الشق الأيمن للمنافع العظيمة في ذلك. مدار النوم على الشق الأيسر، القلب حينئذ يقع تحت ضغط الرئة اليمنى والتي هي أكبر من اليسرى، مما يؤثر في وظيفته ويقلل نشاطه، وخاصة عند المسنين تضغط المعدة الممتلئة عليه فتزيد الضغط على القلب والكبد. يبقى الكبد الذي هو أثقل الأحشاء غير ثابت بل معلق بأربطة، وهو موجود على الجانب الأيمن، فيضغط على القلب وعلى المعدة مما يؤخر إفراغها. وقد أثبت التجارب التي أجراها غالتيه وبوتسيه أن مرور الطعام من المعدة إلى الأمعاء يتم في فترة تتراوح ما بين ساعتين ونصف إلى 4 ساعات ونصف إذا كان النائم على الجانب الأيمن، ولا يتم ذلك إلا في 5 حتى 8 ساعات إذا كان النائم نائم على جنبه الأيسر. فلنحرص على النوم على الشق الأيمن اتباع السنة. ألم يأذن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم